السلام عليكم، معكم حمزه الفضلي ومرحبا بكم في هذه الانترفيو على اسبريس. الوغ الجديد هو اغنيه والو اللي كما شفتوا خرجت هذه يومين على كاع لي بلاتفورم فيتشرين الي، فيديو كليب من اخراج حمزه عاطفي واغنيه من انتاج وتوزيع جام اوني. دونك سي ان بروجي كما شفتوا سان فيتشرين، حاولنا نمزجوا بين جوج ديال لي ستايل ميوزيكو ديالي انا وديال الي، وحاولنا نخلقوا داك التكامل ونعطيو هذا المشروع هذا. الفكره كما قلت لك هذه اغنيه كنت كتبتها سنوات هذه، ومن بعد عاودت لها التوزيع مع جام اوني، وبوندون لي سيسيون ديكوت في الستوديو بقينا كنفكروا. انا كنت كنقول ما كرهتش فريمون فيتشرين، حيت فيها واحد لي سونوريتي انترناسيونال وكلوب، وكنت باغي واحد كانت ناقصه واحد اون توش اللي كانت كتبان لي غتكون في اون رابوز. دوكو بدينا كنشوفوا لي رابوز العربيات اللي كاينين، ماشي غير المغربيات الصراحه، زعما شفنا ميم في المغرب في مصر، مي كان خصنا صراحه الله بغينا ديك لا توش مغربيه وديك الهجه المغربيه وداك ديك لا فورس المغربيه. وبالنسبه لي انا الي واحده من افضل لي رابوز اللي كاينين في الموند العرب، جمعوا فيها المواصفات اللي كنا كنقلبوا عليهم واقترحنا لها البروجي وعجبها وتقبلته بخير، والحمد لله انتم شفتوا النتيجه. جو بونس ماشي غير انا، راه كل شيء، لانه كتكون معول على بزاف ديال الحوايج كيتسناوك با مال دو اوبورتونيتي اللي زوينين، وكتكون تسخون باغي دير القضيه، وجات كورونا وحبسات كل شيء، وديكو سدينا على راسنا وبدينا كنتسائلوا اسئله شنو، زعما حتى واحد ما كان كيتوقع هذا الشيء، وخلتنا اننا عطينا الوقت لريوسنا اكثر وفكرنا. وفي ذاك الاول كان صعيب، ولكن من بعد جلسنا للخدمه وحنا دابا راه كنخرجوا النتائج ديال ذاك الكونفينمون. وي افكتيفمون كانوا بزاف ديال لي بروجي، منهم البروجي ديال والو، ومي ما كانش يمكن لينا ديك الساعه نجلسوا بزاف في ستوديو، ولا ديبلاسمون تخرج من الدار في ستوديو سيتي ديفيسيل، تبات في ستوديو عرفتي لي ميوزيسيان كلشي كيخدم بالليل. دونك صافي كنا غادي ناجلوا داك الشيء حتى ترخفات القضيه شويه، والحمد لله زعما دابا لي شوز بداو كيتبدلوا. سي فري كو الموسيقى اللي كنت كندير قبل كانت نقدروا نقولوا كتسمع او كتستهلك اكثر خارج المغرب، وبالضبط في افريقيا اكثر من المغرب. والحمد لله يعني كانوا عندي دي كونسيكراسيون، كنت ربحت الاورد ديال افريما بيست ميل ارتست ان نورثن افريكا في 2018 باغنيه تيام مرايا اللي كنت عاودت ديال يونس ميغري. يعني عندي واحد الحب تري سبيسيال لافريك، لانه تقبلوا موسيقتي وحسوا بها وعاشوها، وكنت ديما كنقول حبذا لو ان موسيقتي يحسوا بها المغاربه اكثر. داكشي علاش دابا وليت كنحاول ندير اللون اللي قدر يوصل للمغاربه اكثر ويتذوق الموسيقى ديال حمزه فضلي. الجديد كاين ان شاء الله، كاين مشاريع بزاف، كاين اغاني بزاف، الحمد لله. يعني دابا كنتسناو غير نسالو لا برومو ديال والو باش نجلس انا والفريق ديالي ونشوفوا شنو هو لو بروشان بروجي ان شاء الله. كاينين دي بروجي اللي واجدين، مي خصنا نعرفوا هذاك المناسب اللي غيخرج من بعد لو بروجي ديال والو. دابا لا برومو ديال والو مازال ما سالاتش، وفي الاخر غادي نعرفوا ان شاء الله. الباب ديال التمثيل انا ما سادوش، يعني ما غاديش نجي ونتلاح على ادوار غير هكاك، يعني خاص مخرج يشوف حمزه الفضلي مؤهلات انه والمواصفات انني نقدر ندافع على ذاك الدور. بيان سور انا راه كنعزيز عليا التمثيل وكنحماق على حاجه سميتها السينما سورتو. دونك ان شاء الله غيقدروا يكونوا دي بروجي، مازال ما تاكدتش القضيه، مي غيكونوا دي بروجي ان شاء الله. شكرا للناس اللي كيتابعونا وكيدعمونا بلي ميساج لي لايك لي كومونتير لي بارطاج، وزعما شكرا بزاف، وراه بلا بكم نتوما راه حتى شي مشروع فني ما غيزيد القدام، وشكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.